المغرب يبني أكبر مصنع للقاحات وأضخم مستودع للأدوية بإفريقيا في إطار تحقيق السيادة الدوائية وسط قلق من أعداء المملكة الذين لا يملكون حولاً ولا قوة لوقف قطار التنمية بالمغرب. مرحباً أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. المغرب شأنه شأن أي دولة في العالم، له بعض القطاعات التي تنمو بسرعة مثل الصناعة والسياحة وغيرها وقطاع الخدمات عموما، وله بعض القطاعات التي لا تزال دون المأمون بالنسبة للشعب المغربي مثل قطاع الصحة والتعليم. ولهذا نجد الرؤية الملكية الجديدة خصصت عدة اعتمادات مالية لتجاوز هذه النقائص في القطاعات السابق ذكرها، خاصة قطاع الصحة والذي يرى أغلب المغاربة أنه في حاجة إلى مزيد الإصلاحات، خاصة وأن أسعار بعض الأدوية باهظة الثمن وتثقل كاهل المواطن. تجدر الإشارة أن العيب ليس في وجود قطاع معين يشكو بعض الإخلالات، بل العيب في عدم بذل مجهود في سبيل معالجة جذور المشكلة لذلك القطاع. وفي هذا السياق تم التركيز على حل المشاكل الموجودة في قطاع الصحة بالمغرب في نطاق الإمكانيات المتوفرة، والتركيز على التصنيع المحلي من أجل خفض أسعار الأدوية التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة والتي تكون باهظة الثمن. كما تطمح المملكة إلى تلبية احتياجات السوق الأفريقية للأدوية، خاصة غرب أفريقيا، وجلب العملة الصعبة للبلاد وتحقيق الأمن الدوائي، وجعل المملكة بمثابة صيدلية أفريقيا. وبناء عليه، ما هي أهم نقاط البرنامج الملكي لخفض أسعار الأدوية في المملكة المغربية؟ وأين وصل المغرب في توطين الصناعات الدوائية بالمملكة؟ وكيف تتم عرقلة المغرب لمنعه من التحول إلى أكبر منتج للأدوية في القارة الأفريقية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين بزيارة القناة الجديدة التي أطلقنا عليها اسم عرب شو بلاس، التي تهم الأخبار العالمية، فرأيكم يهمنا. ونعود إلى موضوع حلقتنا ونستهله بقطاع الصحة الذي يمثل أولوية لكافة دول العالم. ومن هذا المنطلق، صناعة الأدوية باتت من أكثر الصناعات الحيوية وجزءا من المشهد الصناعي والاقتصادي العالمي على مدار السنوات الماضية، حيث تمكنت المملكة من الدخول بقوة إلى هذا العالم من خلال إنشاء قاعدة صناعية متنوعة نجحت في الصعود إلى قائمة المنافسين على الصدارة الأفريقية والعربية بمشروع هيكلي سيساهم في تأمين السيادة المغربية الدوائية عبر مصنع بن سليمان لتصنيع اللقاحات، الذي بمقدوره تصنيع 100% من حاجيات المغرب من اللقاحات ثم التصدير إلى القارة الأفريقية والمساهمة في سيادتها الدوائية، وضمن رؤية ملكية تدعو إلى إحداث تغير في المنظومة الصحية وتحقيق السيادة في هذا القطاع. بالتالي يتوفر المغرب اليوم على مصنع يعتبر الأول من نوعه في أفريقيا بوصفه المصنع الذكي أو سمارت، فهو مصنع من فئة جيجا فاكتوري مرقما بالكامل، ومن خلاله سيتمكن المغرب من مضاعفة قدرته الإنتاجية والمساهمة في تحقيق سيادته الدوائية بالمملكة وفي أفريقيا، ولضمان مخزون استراتيجي من الدواء. باتت المملكة تتوفر أيضا على واحدة من أكبر الصيدليات أفريقيا، تزود يوميا حوالي 3000 مركز صحي عمومي، بما في ذلك 80 مستشفى بكافة ربوع المملكة، في ظل التحديات الصحية العالمية والاضطرابات في سلاسل التوريد. وبهذا يسعى المغرب بقوة لتعزيز قدرته الإنتاجية وتحقيق استقلاليته في مجال الأدوية، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي في شمال أفريقيا، خاصة بعد تدبيره الجيد لجائحة كورونا. يهدف المغرب
بخطى حثيثة إلى تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية تكون في متناول كافة المغاربة عبر تخفيض الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الرسوم عن المنتجات الصحية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية المستوردة، وهذا سيخفض من تكاليف الدواء. فالمملكة تخصص ميزانية إجمالية تبلغ 2 مليار درهم سنويا لشراء الأدوية، باتت اليوم تتوفر على واحدة من أكبر الصيدليات في أفريقيا، وهي الصيدلية المركزية بمدينة برشيد، صيدلية عملاقة بسعة تخزينية يومية تبلغ 100 طن من الأدوية، تخزن أكثر من 1000 صنف من الأدوية، 40 منها مرتبطة بعلاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن 400 منتوج صحي آخر. تزود يومياً حوالي 3000 مركز صحي عمومي بها و80 مستشفى مغربي، لتتجاوز بذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، لتشمل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة الدوائية من خلال إدماج البحث الصيدلاني وتطوير السريري وتصنيع وتسويق المنتوجات البيوصيدلانية ذات الضرورة الكبرى. بالتالي المغرب ماضي نحو تحقيق سيادته في مجال الصحة، تنفيذا لرؤية الملكية الرامية إلى جعل المغرب قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد أفريقيا والعالم. في هذا السياق يبرز مصنع بن سليمان لتصنيع اللقاحات المضادة للأوبئة الذي تطلب إنجازه تعبئة استثمارية تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون يورو، وسيساهم هذا المصنع في تأمين اللقاحات للمملكة المغربية، وسيلبي المغرب أكثر من 70% من احتياجات المملكة وأكثر من 60% من احتياجات القارة الأفريقية التي يتجاوز عدد سكانها 1 مليار نسمة. كما أن تحقيق السيادة الدوائية في المغرب يمثل خطوة استراتيجية نحو الاستقلال الصحي وتحقيق التنمية المستدامة بفضل الرؤية الملكية الطموحة، وباستثمارات متزايدة في هذا القطاع يسير المغرب بخطى ثابتة نحو مستقبل صحي آمن ومستدام. علاوة على ذلك، المغرب اليوم يلبي نحو 70% من حاجيته من الأدوية بما في ذلك الأدوية الجنيسة وفق تصريح وزير الصحة خالد آيت طالب، ويتوقع أن تصل نسبة الإنتاج المحلي للأدوية إلى 90% بحلول 2030. ولهذا تم أحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. بالتالي توطين الصناعات الدوائية بالمملكة سيساهم في خفض أسعار الأدوية في المغرب بشكل نسبي، لأنه سينتج محليا وليس مستورد بالعملة الصعبة. كما قامت الاستراتيجية الملكية على تعميم التغطية الصحية لكل المغاربة تقريبا بعد أن كانت تشمل 11 مليون مغربي فقط، واليوم يذهب المغرب نحو تعميم التأمين الصحي ليصل إلى قرابة 40 مليون مغربي. وهذا المشروع الملكي هائل ويحتاج إلى ميزانية ضخمة ودعم حكومي لتلك الصناديق. بالتالي التعويل على الإنتاج المحلي للأدوية وتعميم التغطية الصحية على كل المغاربة هو أمر جد إيجابي لتطوير قطاع الصحة في المملكة المغربية، ولكن هذا لم يضمن إلى الآن انخفاض أسعار الأدوية بالمملكة. لذلك قام الملك شخصيا بإصدار عدة أوامر لخفض أسعار 70 نوعا من الأدوية التي تشهد طلبا متزايدا في السوق المغربية. كما تم جعل العديد من الأدوية واللقاحات مجانية بشكل كامل لفائدة بعض الفئات من المجتمع المغربي، مثل جعل التلقيح المتعلقة بالأطفال مجانية في مراكز الصحة العمومية العامة، وهو إجراء سيادي تم إقراره منذ سنوات. وهذه الخطوات المندرجة ضمن إطار إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة المغربية محمود. هذه الإصلاحات رغم أهميتها فإنها تصطدم بالعديد من الصعوبات الداخلية والخارجية. فمثلا أسعار المواد الأولية لصناعة الأدوية ارتفعت مؤخرا، خاصة المواد القادمة من الصين والهند بوصفهم أكبر منتجي المواد الأولية الدوائية في العالم. كما أن تكلفة شراء تلك المواد تزيد عن السعر الإجمالي للدواء المنتج في المغرب. لهذا رغم انخفاض أسعار بعض الأدوية المنتجة محليا، إلا أنها تبقى ضمن فئة الأدوية باهظة الثمن بالنسبة للمغاربة. وهنا تدخل بعض العوامل الداخلية في جعل الأدوية باهظة الثمن. أولا، نجد متوسط الدخل الفردي للمواطن المغربي الذي يعتبر منخفضا مقارنة مع الدول الأوروبية، فالدواء الذي سعره 50 يورو مثلا يعتبر سعرا مقبولا
المواطن الأوروبي، ولكن نفس الدواء حينما يتم بيعه في المغرب بمبلغ قرابة 500 درهم فهو يعتبر دواء بهذا الثمن نسبة إلى متوسط دخل الفردي للمغرب. ورغم كل هذا يعتبر المغرب أول مصدر إفريقي وعربي للدواء بالنسبة لدول غرب إفريقيا، والتي تشتري الأدوية المغربية لأنها ذات جودة محترمة وبأسعار منافسة مع الدول الموجودة في السوق الإفريقية. وهذا ما يفسر أن 92% من الإنتاج المحلي للأدوية في المغرب يصدر إلى إفريقيا، مع ارتفاع حصة الشركات المغربية مؤخرا في سوق الخليج العربي رغم المنافسة الشرسة، حجز المغرب مكانا له في هذه الدول الصاعدة. لهذا مسألة سعر الأدوية التي تعتبر مرتفعة في المغرب هي مقبولة في عدة دول أخرى حتى أقل من مستوى الدخل الفردي للمغاربة مثلا في إفريقيا، والأدوية التي يراها المغاربة موجودة بأسعار منخفضة أغلبها أدوية ذات جودة متدنية أو سعر الأدوية تلك يكون ضمن الدول التي لديها المواد الأولية لإنتاج تلك الأدوية، والتي تكون موادها الأولية منخفضة أو مدعومة من الدولة، خاصة في الهند التي تعتبر صيدلية العالم. كما يشتكي بعض المغاربة من وجود بعض المستشفيات المغربية الحكومية التي لازالت تعيش على عقلية الماضي في التعامل مع المرض، لهذا يقترح بعض المغاربة القيام بإعطاء دروس دورية في الإنسانية لبعض الأطباء وخصوصا الممرضين. وبطبيعة الحال هذا الأمر شاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ولكن هذه الأمور موجودة. وكما قلنا وجود نقائص في قطاع معين في الدولة ليس بالعيب، ولكن العيب الحقيقي هو عدم معالجة جذور المشكلة، وتسعى المغرب في هذا السياق إلى تحسين هذا المجال. وبرزت الجهود المغربية بشكل كبير أثناء جائحة كوفيد، حيث يمكن أن نقول أن المملكة عرفت ثورة صحية بالأخص من خلال تلك الجائحة وما بعدها، حيث تلقى العالم كله صفعة كبيرة، وشهدنا كيف أن أقوى المنظومات الصحية في البلدان المتقدمة عرفت انهيارا شبه كامل، بينما المغرب تمكن من احتواء الأزمة بشكل ملفت للانتباه بفضل بنيته التحتية الصحية وقدرته على تصنيع لقاحات كوفيد بشكل ذاتي وسط حصد الأعداء على هذا المنجز. كما يركز المغرب في السنوات الأخيرة على تصنيع الأدوية ذات الأهمية الاستراتيجية مثل أدوية السرطان عافانا وعافاكم الله، والتي تحقق فيها المملكة نسبة تصنيع محلي تتجاوز 90%، وهي متوفرة في كل البلاد مع بعض الأدوية التي تتعلق بالأمراض المزمنة مثل الأنسولين لمرضى السكري. ربي يشفيكم ويشفينا كما نقول في تونس. ورغم هذا التقدم تبقى أمال المغاربة في تطوير قطاع الصحة أكثر طموحا، حيث يريد العديد من المغاربة بناء المزيد من المراكز الصحية وطب الاختصاص وتوفير الدواء لبعض الأمراض الغير دارجة. وما يمكن أن يساعد المغرب على تحقيق أهدافه هو انتشار مراكز تكوين الأطباء والأطقم شبه الطبية في كل المدن المغربية، ما يعني أن الخبرات المغربية متوفرة في البلاد، وهذا الرصيد البشري مهم لنجاح أي تجربة في أي مجال طالما لديك مختصين في هذا المجال. كما أعطى الملك محمد السادس تعليماته في 9 يوليو 2024 بأن يشرع المركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة في تقديم خدماتهما الصحية للمواطنين والمواطنات بعدما تم استكمالهما، وذلك في سياق الجهود الملكية الرامية إلى إصلاح وتأهيل القطاع الصحي بالمملكة وتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتقدمة للمواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة. ومن شأن المركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 250 سرير، والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 450 سرير، أن يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالأقاليم وتوفير بنية تحتية صحية واجتماعية للسكان ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين من حيث العرض الصحي. كما تواصل اللجان تتبع وتنفيذ المشاريع الصحية بجهة بني ملال خنيفرة اجتماعاتها لمواكبة سير عملية تنفيذ هذه المشاريع المدرجة في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة
بين مجلس ولاية جهة بني ملال خنيفرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتكلفة مالية تقدر بنحو 1,300,000,000 درهم. وتهم هذه المشاريع التي تندرج في إطار تعزيز وتأهيل البنية التحتية الصحية بالجهة، بناء وتجهيز مستشفى جهوي بسعة 450 سرير ببني ملال بكلفة إجمالية تتجاوز 800,000,000 درهم، ومركز استشفائي إقليمي بسعة 120 سرير بمدينة الزلال، ومستشفى جهوي للأمراض النفسية والعقلية بسعة 120 سرير ببني ملال، ومصحة ومركز لجراحة الأورام السرطانية بنفس الجهة. كما تشمل المشاريع أيضا بناء وتجهيز مركز جهوي للتحقن الدم بنفس الجهة، ومركز جهوي مندمج للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال، وتأهيل المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبقة بمبلغ 23,000,000 درهم، وتأهيل وتجهيز مستشفى القرب بوادي زم ب 12,000,000 درهم. كما أعطى الملك المغربي إشارة البدء لعدة مشاريع عملاقة لبناء مستشفيات ضخمة بالمملكة، مثل المستشفى الجديد ابن سينا، وهو مشروع مستقبلي يأتي لتعزيز العرض الصحي بالمملكة بقدرة استيعابية تفوق 1,000 سرير. ويندرج هذا المشروع ذي البعد الاجتماعي القوي الذي يتطلب تعبئة استثمارية مالية تفوق 6 مليار درهم. كما تقوم الشركات المغربية الخاصة بتطوير قطاع الصحة مثل مجموعة أكيديتال، والتي ستفتتح 14 مستشفى جديد بالمغرب في هذه السنة لوحده. لهذا يمكن تشبيه المغرب بالعداء الذي يخوض سباق مسافات طويلة، ونجح بالفعل في قطع 100 متر الأولى في مراكز متقدمة، ولكن لا يزال بعيدا على خط النهاية الذي يبعد عنه قرابة 4,900 متر، لأن السباق هو 5 كيلومترات. لذلك المغرب يسير في الطريق الصحيح بخطى ثابتة. صحيح يوجد بعض التعثرات، ولكن المسار الإجمالي هو مسار سليم وإيجابي. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو، ولا تنسوا زيارة قناتنا الجديدة عرب شو بلاس التي تهتم بالأخبار العالمية، أكيد ستعجبكم حلقاتنا فيها كذلك.